يؤكد أن النظام قد أفلس، وأن ما جرى هو تعبير عن حالة اليأس التي يمر بها النظام رغم الدعم العربي والدولي. أنا أتحدث عن دعم، يعني عندما قدم العراق نفطه بأسعار منخفضة جدا للنظام السوري، وعندما تقدم المملكة 110 مليون دولار منذ أيام، وقبلها الكويت 30 مليون دولار، وعندما نشهد تراجع الموقف التركي. يعني بشكل عام واضح أن الجميع طوقوش، لأن أي طوقوش، لأن أي إصلاح سوف يعني بالأخير. شكرا لك سيد بسام جعارة، الكاتب الصحفي السوري من لندن. دكتور برهان، يعني موقف الحركات التي كان يدعمها النظام السوري كيف هي وكيف يجب أن تكون؟ هل هم أيضا في ورطة؟ يعني بغض النظر عن إذا كان هو يبحث عن شرعية يحكم من خلالها شعبه أم لا، هو كان يدعم هذه الحركات، يعني هي هل أصبحت في ورطة أخلاقية الآن؟ بعتقد أن هذه الحركات محرجة جدا، والدليل أنه نصر الله زعيم حزب الله الذي قال في أول خطاب أكد دعمه أن هناك مؤامرة، يعني تبنى رواية النظام ودعمه بكل ما يستطيع من قوة، في خطابه الأخير لم يذكر إطلاقا الأزمة السورية، لم يتعرض إلى الأزمة، وكان يعني معتاد دائما أنه كل كلمة يقولها يحيي فيها النظام الممانعة هذا أصبح مسخرة. لأن السيد نصر الله حتى أصلا يستمد شرعيته من جانب أخلاقي أيضا، لأنه هو يعني مقاوم وضد الظلم وضد الاحتلال، ومن الصعب أن يدعم. ولذلك أقول يعني إذا أراد حزب الله أيضا أنه يحتفظ بعلاقات ودية مع الجمهورية السورية الجديدة، لأنه اليوم ينبغي أن نتحدث عن ما بعد الأسد، كل الناس تعرف اليوم أنه الأسد حتى لو طول أشهر أخرى لكن انتهى كنظام سياسي، لا يمكن للشعب أن يتعايش مع نظام أصبح نظام عصابة قتل. على حزب الله وعلى حماس وعلى الآخرين وعلى جميع الدول بعتقد أنه تفكر من الآن أنه بناء علاقات حسنة مع سوريا القادمة ينبغي أن يبدأ منذ الآن باحترام حقوق الشعب السوري. لا يمكن لنظام أن يكون وطني شو ما كان عمل خطابات إذا لم يحترم أولا حقوق شعبه. لماذا؟ شو معنى الوطنية؟ أنا بصير دولة وطنية عندما أحمي حقوق شعبي، أنا وطنيتي تنبع من حماية حقوق شعبي. كيف تريد أن يقتنع الناس أن هذا النظام يدافع عن حقوقهم، يعني يتبع سياسة وطنية، حقوقهم الجماعية، عندما ينتهك حقوقهم داخل البلد نفسه، الذي ينتهك حقوق لا يمكن أن يدافع عن جزء ثاني من هذه الحقوق في الخارج. فهذا كل كلام اليوم ما عاد له قيمة على الإطلاق. وبعتقد أنه منذ الآن هناك حركات كثيرة كانت يعني لديها أوهام حول سياسة النظام الخارجية سوف تفك عنه، لكن بدي أحكي شغلي ثاني مهمة عن الموقف العربي إذا سمح. أود بالفعل، ولكن سننتقل الآن لميدان التحرير. يبدو الجيش يفض الاعتصام هناك. شكرا لك دكتور برهان غليوم، مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون. مشاهدينا إذن إلى ميدان التحرير، ونحن في انتظار الصور. يبدو أن الجيش يقوم بفض الاعتصام الموجود هناك. كان هناك عدد من المعتصمين من خارج شفاه عمر مكرم. الان هناك صوت طلقات شديد، لا ادري ما هذا الصوت، لكن اتى من المعتصمين سواء في ميدان التحرير او في اماكن اخرى بان يكف عن هذا الاعتصام وان يحرص على استمرار المصالح في العمل، ولكن هناك من تمسك بالاعتصام والتظاهر وقال إنه متمسك بتلبية كل مطالب الثورة. هذه الاعتصامات لا تحظى بالتأييد من قوى سياسية كثيرة، كما شاهدنا الجمعة، كانت هناك جمعة وحدة الصف أو جمعة لم الشمل، وبرز في هذه الجمعة الحضور الإسلامي بتعاون وثيق بين جماعة الإخوان المسلمين وكذلك السلفيين. نترككم مع هذه الصور ربما التي تأتينا أيضا عبر الجزيرة مباشر مصر.